ننتقل إلى نبيل صلحاني، رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني. بونجور استاذ نبيل. بونجور، يعطيكم العافية. ميرسي، وانت كمان. تفضل، شو عنا جديد؟ العمليات اللي قامت فيها عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، كان في 14 مهمة لإطفاء حرائق بمختلف المناطق اللبنانية. كمان كانت متنوعة بين أعشاب، والدات كهرباء، منازل، سيارات. في عنا كان 17 مهمة للإسعاف للتدخل بحوادث السير ونقل للمرضى، وثلاث مهمات سلامة عامة. يعني كان مجموع 34 مهمة بال 24 ساعة يلي مرقت، دائما أكيد بالإضافة للمهمات المستمرة ضمن نطاق مرفق بيروت. نضلنا شوي نذكر بهالأيام اللي عم يتحضروا فيها للشتاء، وخصوصا وسائل التدفئة. الصيانة 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 لازم تنعمل ليوفروا على حالهم حوادث من خلال تشغيل هالمعدات. وبيبقى رقم الطوارئ 125 للدفاع المدني موجود حدهم لتلقي أي طلب للمساعدة يلي إن شاء الله ما حتنوصل. وشكرا لكم. شكرا لك، انت كمان وكل عناصر الدفاع المدني، يعطيكم العافية.